ضمن مبادرة التعاون بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، استقبل مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام وفدا طبيا من مستشفى توام الطبي من إمارة أبوظبي، وذلك وفق توجيهات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي المشترك. جايين بغرض الاطلاع على زراعة النخاع في المستشفى. الفكرة هي تقديم الخدمة هاي للمرضى في دولة الإمارات العربية المتحدة كأول مركز طبي يقدم الخدمة في الدولة. وطبعا نحن فخورين بالمستوى الخدمة الطبية المقدم حاليا في المملكة، وعلى أمل أن نقدر أن نقدم نفس الخدمة في دولة الإمارات العربية. الوفد الإماراتي زار أجنحة التنويم الخاصة بزراعة الخلايا الجذعية ومختبر معالجة الخلايا، حيث قام نخبة من أطباء وإداري المستشفى بتقديم المعلومات الطبية والتقنية، إضافة إلى لقاءات وجولات للوفد الإماراتي. الخلايا الجذعية هي خلايا موجودة في جسم الإنسان وفي نخاع العظم، وهي خلايا بدائية مهمتها إنتاج خلايا سليمة تقوم بوظائف كثيرة في جسم الإنسان، منها نقل الأكسجين والمواد الضارة وإيقاف النزيف والمناعة للجسم، فهي ضرورية للجسم. زيارة الوفد الإماراتي تهدف للتعرف على نشأة خدمات زراعة الخلايا الجذعية بمستشفى الملك فهد التخصصي، ومناقشة سبل التعاون المشترك لتبادل الخبرات في مجال زراعة الخلايا الجذعية في دولة الإمارات العربية، لتكون بداية تعاون بناء واتفاقية طبية مثمرة تخدم مواطني البلدين. هدى الغامدي، مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.